أجبر الممثل السوري سلوم حداد زميله الممثل باسم ياخور على تقبيل قدمه كنوع من أنواع إعلان الطاعة في مشهد تصدر حديث الجمهور خلال الساعات الماضية. وفي التفاصيل، تقصد سلوم حداد أن يذل باسم ياخور في مشهد من مسلسل العربجي الذي يلعب به الممثلان دور البطولة، وتفاعل كثير من المتابعين مع هذا المشهد المؤثر إذ أثنوا على أداء النجمين السوريين، مشيرين إلى أن الانتقام سيكون صعباً ومتسائلين عن الخطة التي سيعتمدها باسم للأخذ بالثأر. كما خرج سلوم حداد في مقطع فيديو لمح خلاله إلى مشهد قوي جداً سيقلب الموازين رأساً على عقب بينه وبين باسم ياخور. توقع حدث سيقلب الموازين رأساً على عقب بين أبو حمزة وبين عبد العربجي. وما لفت الجمهور أن أحداث المسلسل تتوالى بسرعة كبيرة، مشيرين إلى أن الحلقات المقبلة ستوضح خطة العربجي الذي يلعب دوره باسم ياخور للانتقام. وكان من التعليقات الحلقات 2 و3 مميزة ومبهرة، الإخراج مميز جداً من سيف، الأحداث سريعة جداً ولا يوجد أي ملل، والحوارات قوية والموسيقى التصويرية رائعة. باسم ياخور أداء رهيب وأفضل أداء في المسلسل، سلوم أداء مميز، نادين مميزة، وديما حضور طاغن. وكتب أحدهم: كنت أؤيد أبو حمزة أو مع سلوم حداد بشكل أدق، لكن بعد هذا المشهد حزت في خاطري لا يستاهل العربجي عبده كل هذا الذل، فمصيرك يا أبو حمزة على يد عبده. وأضاف متابع آخر: انكسار الوحش ليس بالأمر السهل، عليه أن يحافظ على قوته حتى في عز انكساره، لذلك المهمة ستكون صعبة جداً على أي ممثل في تقديم مشاهد درامية لشخصية مثل عبد العربجي، وباسم ياخور يقدم حتى اللحظة انكسار الوحش في أبهى حلته.